بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والذي أمرنا بالنظافة في كل وقت وحين، وأصلي وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد تكلمنا في حلقة ماضية عن بعض أجزاء أو أنواع النظافة الظاهرة في البدن، تكلمنا على السواك وعلى المضمضة والاستنشاق لنظافة الفم، وعن الاستنجاء وعن تقليم الأظفار، ونكمل الآن ما بقي من النظافة الظاهرة المرتبطة بالبدن. فمنها أن الدين الإسلامي شرع لنا في ديننا الختان، وهو إزالة الغلفة التي على رأس الذكر، بحيث أنها لو بقيت لتجمعت تحتها الأوساخ والغاذورات، وربما سببت بعض الأمراض الفتاكة، فشرع ذلك الختان للرجال بالإجماع، وللنساء على المعتمد في مذهب الإمام الشافعي وفي غيره من المذاهب خلاف. وأيضا شرع الختان للمرأة وهو قطع بعض بظرها حتى لا تتجمع عليه الجراثيم الذي تثير الشهوة وربما تخرجها عن طبيعتها وعن حالها المطلوب أن البقاء عليه. فكل من ختان الذكر والأنثى شيء واجب في الشريعة الإسلامية عند أكثر العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعلوم أن المتزوج لا يجد لذة الجماع إلا إذا كان مختونا، أما إذا لم يكن بدون الختان فإن لذة المعاشرة الزوجية تكون ناقصة. فالموز لا تأكلها إلا إذا أزلت ما عليها من القشرة. كما أن من النظافة الظاهرة أيضا حلق العانة، وهو الشعر النابت حول القبل والدبر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العانة إذا لم تحلق خلال 40 يوما للذكر والأنثى فإن الشيطان يعشش تحتها ويبيض ويفرق، وربما يضرب في قبل الرجل أو برعة مما يدعوه إلى ارتكاب فاحشة الزنا. فينبغي أن يتولى الإنسان إدارة ذلك بنفسه كما كان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إزالة الأوساخ من بقية البدن ومن كل مكان تتجمع فيه الأوساخ، وهو مطلوب إزالته. هذه هي أنواع النظافة التي هي متصلة بجسم الإنسان. وهناك نوع آخر من النظافة منفصل عن الجسم، وهو قسمان: قسم له ارتباط بالبدن، وقسم ليس له ارتباط. القسم الذي هو مرتبط بالبدن وهي نظافة الثياب من الأوساخ والقاذورات والألوان غير اللائقة، فأمر عليه الصلاة والسلام المؤمن أن ينظف ثيابه وأن تكون ثيابه نظيفة دائما، ولا سيما الثياب التي يصلي فيها لربه أو يحضر فيها مجالس إخوانه. وقد أشار القرآن لذلك بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وقال أيضا في ذكر الثياب: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حث على النظافة دائما، وأمر بأن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب في عيدي الفطر والإضحى اتباعا له صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان له بدرة خاصة يتجمل بها في الأعياد
واستقبال الوفود. فلبس الإنسان الثياب القذرة أو المقصعة وهو قادر على غيرها يعتبر خطأ، فإن الزينة لا تنقصه العمل من قدره عند الله ما دام مستقيما، وثياب الرفة لا تزيده عند الله رفعة إذا كان غير مستقيم. لهذا ذكروا أن بعض العلماء كان بالصدفة لبس لباسا رفة فانتقده بعض الناس فأقال له: يا ناظري في الثياب البالية تحت ثيابي همم عالية. وقال آخر: وقد رؤي وهو يلبس الثياب الفاخرة قال: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشون في الثياب رثاثة فالله يعلم ما تسر وتكتم، فجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى لله ويتقي ما يحرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفضا عند الله وأنت عبد مجرم. وقد أمرنا بلبس الثياب الحسنة النظيفة في كل وقت ولا سيما في صلاة الجمعة، وقد جعل العلماء أن من آدابها تنظيف البدن ولبس الثياب البيضاء النظيفة، كما أمرنا في عيد الفطر والأضحى أن نلبس أغلى أنواع الثياب وأحسنها اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما المرأة عند زوجها، فكما أنها